السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مصطفى غيث من شركه هوا جروب للتسويق الالكتروني، والدرس رقم 17، كيف احصل على عدد كبير من مشاهدات اليوتيوب والمشتركين بطريقه واحده وفعاله. بص، مفيش طريقه واحده عشان تقدر ان انت تحصل على مشاهدات على اليوتيوب او مشتركين ويكونوا حقيقيين وفعالين، تمام؟ في اكتر من طرق ولله الحمد، فدي ميزه، تمام؟ مش طريقه واحده، يعني في اكتر من طرق، وانت ممكن تشوف الطريقه اللي تناسبك ايه. بس انا عاده لما بحب اجيب مشاهدات على اليوتيوب او مشتركين على اليوتيوب لاي قناه من القنوات بتاعتي، بعتمد على ثلاث حاجات مش اكتر، او بعتمد على حاجتين اساسيين هم اللي هقول لك عليهم. الحاجه الاولى ان انا بعمل اعلانات على الفيسبوك للفيديوهات بتاعتي. يعني انا مثلا رفعت فيديو جديد النهارده، باخد رابط الفيديو ده وبعمل له اعلان على الفيسبوك وبصرف عليه 1 دولار، تمام؟ هتقول لي طب ما انت قلت كتير جدا ان 1 دولار ما بيجيبوش نتيجه في اعلانات فيسبوك. انا ما بتكلمش على بيع منتج او بيع خدمة، انا بتكلم على عايز مشاهدات، عايز تدريجية مشاهدات ومشتركين. ففي الحالة دي احط ميزانيات قليلة، تمام؟ فهنا بحط اعلاني 1 دولار لمدة يوم واحد على الفيسبوك لكل فيديو جديد برفعه. ده بيخلي الفيديو يتشاف ويبدأ يتحرك في محركات البحث شوية على يوتيوب او على جوجل. ده رقم واحد. رقم اتنين، خلينا نقول ثلاث خطوات مش خطوتين. رقم اتنين، اعلانات جوجل ادورد، وبتكلم هنا على يوتيوب اد. ان انت بتعمل في ضمن الاقسام في جوجل ادورد قسم اسمه يوتيوب اد، بتعمل اعلانك عليه، ده ميزته حلو قوي ان هو بيجيب لك مشاهدات وبيجيب لك مشتركين في نفس الوقت، تمام؟ وعلى قناتي انا عامل شرح كامل على الموضوع ده، ازاي تقدر تعمل اعلان في يوتيوب عشان تزود مشاهداتك وتزود المشتركين اللي عندك، تمام؟ من الطرق المهمة جدا عشان توصل ليه مشاهدات على اليوتيوب والمشتركين، تمام، بالطرق الفعالة اللي هي الطريقة الثالثة، لو انا عايز مشتركين بس، تمام، اللي هي طبيعي بتجيب لي المشاهدات، ببدأ ان انا ادعو الناس ان هم يشتركوا في القناة بتاعتي على صفحة الفيسبوك اللي انا عاملها خاصة بالقناة، وحط رابط القناة واعمل اعلان مدفوع، فبالتالي الناس هتبدأ تشترك في القناة بتاعتي. انا شايف ان دي اهم الطرق الفعالة والمهمة، انك توصل في الاخر لجمهور بيهتم بخدمتك او بيهتم بالنشاط بتاعك او بيهتم بطبيعة القناة بتاعتك على اليوتيوب، فتبدأ تحقق منها ربح بجد. واخد بالك، لان المشاهدات الفيك او المشتركين الوهميين والمشاهدات الوهميين هيؤدوا الى حظر القناة بتاعتك او اغلاقها، يعني، تمام؟ كان معكم مصطفى غيث من شركة هوا جروب للتسويق الالكتروني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.